انطلقت الأحد أعمال القمة العالمية للبروبتك، والمعروفة أيضاً بالتقنية العقارية، واللي تركز على تبادل المعرفة والتعاون بين الخبراء الدوليين بقطاعي العقارات والتكنولوجيا، لخلق بيئة تمكن المفكرين وأصحاب الخبرات الرائدة من توظيف مجال الابتكار لخدمة مستقبل القطاع العقاري. اليوم التقنية العقارية هي واحدة من الممكنات الجديدة اليوم في القطاع العقاري في العالم بشكل كامل لخلق منتجات جديدة. الكل اليوم جالس يشوف كيف طريقة استخدام التقنيات العقارية، سواء كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تقنيات البيانات أو حتى تقنيات التحليل. القمة اللي نظمتها الهيئة العامة للعقار في العاصمة الرياض، واستقطب لها شخصيات بارزة وخبراء ومتخصصين في صناعة العقار والتقنيات العقارية ومتحدثين دوليين من 80 دولة. اليوم الجهات الحكومية بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي خاصة في تحليل البيانات، في الرصد، في الرقابة، هذه كلها اليوم تستخدم فيها. اليوم الهيئة العامة للعقار واحدة من أدوات الرقابة عندها هي الذكاء الاصطناعي على فكرة، لأنه يتم من خلاله تغذية هذا البرنامج أو تغذية المعلومات بمعلومات مستدامة تساعدنا في سرعة الوقت. القمة تناقش عدة محاور، منها الابتكار وريادة الأعمال في مستقبل التكنولوجيا العقارية والنظام التشريعي للتكنولوجيا العقارية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا العقارية، لأن تقنيات العقار جزء مهم من رؤية 2030، وتسعى الحكومة لتعزيز مجال الابتكار واستخدام التقنيات الذكية ورفع مستوى الموثوقية.